جاهزة؟ أكيد. على فكرة سيجارتك بتلبق كتير مع تيابي. ايه بس عم نتذكر الاسم. نسبين. كريستين الحايك. ايه. اهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى مع كريستين. أحمد أحمد الحايك. أحمد كريستين أحمد الحايك. بيا مسلمك. المهم كريستين الحايك كيفك؟ روعة كثير. بس لحظة ما بعد ما خلص بس زبطوا لي سبراي شوية سبراي عشان غيروا لنا عليهم وحط سبراي. لا لا اترك اتركهم مموجين أحلى. طيب اطلع لي برا اطلع لي أنا مش هيك نفسيتي بس إنه كثير حلوين شعراتك أبو حميد بجننوا. أبو حميد قولي لي بعد أبو حميد بعد بعد وحدة أبو حميد بس فكتير مبسط انه شعرك ناعم. لا انا مبسوط انه شعري ناعم. كتير نعمة هيدا. مبسوط بشعري بوجودك حتى. حبيبة. ريتا حايك. هلا تذكرت الاسم. طب مش مشكلة انا حاعطيكي فرصة عمرك. ايه. وحاخدك باحدى افلامي. ايه. تمام؟ حياتي. بس بدي اعطيك جملة. ايه. لحتى كاستنج يعني. ايه. جملة تقولي لي اياها هيك شوي دراماتيك. ديل؟ يلا. الجملة هي شو في يا خي أبو حميد؟ شو في يا خي أبو حميد؟ شو في يا خي أبو حميد؟ يرجع فيك تعمليها معصبة؟ شو في يا خي أبو حميد؟ شو في؟ مش لقيت لك خالص مش لقيت لك أبدا مش لقيت لك مش حتكوني بالفيلم أوكي. طيب ريتا حايك شو ابشع كومنت انكتبت لك على السوشيال ميديا؟ بس كثير بحب اصابع اجريك هيك كثير بحب اصابع اجريك ايه وقت انزل كنت مثلا صور مع صندال هيك مع شو اسمه؟ مع مثلا فليب فلوب او شيء صندال اللي هو ايه صندال اللي هو مثلا يكون باينين الاصابع صندال ايه بحطوا كومنت الرابط فوت على هذا الرابط بس ما بكون شيء ما بنعرف مش حقول شو بكون فيه ريتا حايك دغري بلوك ديليت لكن شي مره لقيتي على جوجل ريتا حايك عاريه ادخلوا لا رابط قصدي لقصص هن يعني منزلينه ايه انه شي مره بيعملوا هيك ايه اردت ان ترى ريتا بيعملوا هالقصص بيعملوا هيك اشياء اكيد شي مره فتي ولقيت صوره لكريستيانو رونالدو لا لا بس ولا مره زبطت معهم ايه لانه انا اذا يعني طلع لكريستيانو رونالدو عاريه بفضل انا بفضل عني كريستيانو رونالدو واو حماد عم بلش شك بي لا ما تشك تاكد بتفضل تشوف هلا عن جد بتفضل تشوف كريستيانو رونالدو عاري عنو تشوف ريتا حايك عارية اضغط على هذا الرابط فضل صراحة شوف اوكي انا رح افتح الويكيبيديا بكتب ريتا حايك ايه بتلاقي شي كتير لذيذ ريتا حايك انتي عاملة تقديم برنامج روتانا كافيه تمثيل مسرحية كعب عالي حضرها كعب عالي ضجت وقتها فترة كعب عالي صح؟ كلهم نزلوا حضروها قال ريتا حايك بالصدرية والكلسون ريتا حايك شنو الكلسون على الجرايد ريتا حايك بالصدرية والكلسون ريتا حايك بالصدرية والكلسون مزبوط كرمال هذا الشيء اجوا على المسرح؟ يمكن بس يعني ما بيهمهم بس تمثيل لا أكيد. لك كل شيء الناس اول شيء تعليق على القصص السطحية مثل فينيوس لما نزل البوستر صار في كثير تعليقات بعدين اجوا حضروا المسرحية انت ومين فينيس انت؟ انا وجاء ابو شقرة مثلا فينيوس فينيوس لعبناها بباريس باريس لعبوا فينيوس بالفرنسية وحبوا الفيرجن طبعا كثير اكثر هذا الحلق اللي لبسيته اوقات بتلبسيه سنسو بيزبط ما بعرف او بتحطيها هيك بتصير ترقصي هيك شيل حلو فينا نولعه ينط اسد شباب اشيله ليه بعدك ما طلعتي بالهيبه مع تهم حدا لانه عملنا الهيبه تبعنا هلا عملنا شيء ثاني ما بعرف ايه بعد في انا يمكن ما استهلت صورت ميني سيري اكشن هيك كمان فيها مافيات هيدا المود الحلو بس النسوان حاكمين ابو حماد النسوان حاكمين على اساس هن مش حاكمين هن حاكمين بس ما بنحكي عن الموضوع هي المشكله ما بعرف بتآمني بمقولة وراء كل رجل عظيم اكيد اكيد انت ما بتآمن بشو بهالمقولة بلا مرتك عم تحضر اكيد مرتي؟ ايه لا ما اتطلقنا هلا بعتلك قلت شو عم تتغمالها لريتا حايك؟ ما ابدا ما عم تغمالي بفضي كريستيانو رونالدو مش عايزين لك اياها بحياتي بحياتي حضرتك مجوزه حكيم قلب صح؟ بيفحص لك قلبك كل يوم؟ لا
لا في حفلة دينية. هلا اذا حتقشط بالحلقه فكتير كثير نتسلى. كثير نتسلى اذا انا عم بحكي معك وقشطت الحلقه على الحلقه لانه هاي ما سكرتها مزبوط. فهلا حكون عم بحكي معك بشي محل بوب حتقشط. ايه بتحطها بالتريلر تاع الحلقه عشان تحلقت ريت حقك بحلقه ريت حقك. بحلقة ريت تحايل. في الفيلم اللي صورته بقبرص إيمان. إيمان؟ إيمان اسمه إيمان. حنعرض على المرة. نعرض دي. تسألوا على فكرة إيه؟ كم يوم نزلتي على 17/20؟ مش بعرف إنها شو أذكر. ما بقى كتير. أنا شفتك ب 17/20 على فكرة. والله. وصاروا يلتمح ولاك وريتا وماريتا. والله. أنا نسي الثورة من وراك يعني أنت كنت فيزدي بس. أنا نزعت الثورة. أنت أكيد من اللي نزع الثورة والموسين. بتحس الفنانين اللي عملوا بوطة لحالهم قدموا وأخروا بال. ما حدا لا الفنانين ولا غير الفنانين قدموا. ما قدموا يعني صراحة. أنت بتعتبري 17. بس إنه منه شيء 17/20 بيصير بينهار إنه هذا مشروع حياة صار يقطشته. قطشتك؟ كملي خلص بدك بقوم. قصدي مشروع انه بياخذ وقت وهيك ما قصدي اقطشك ابدا. ايش كنت عم بتقول؟ ما نسيت. لا قصدي هو انه يعني مش 17 تشرين. باخذ دوام على الاعصاب ما قال هو انه وقت في وقت لحنا الواحد يقطف نتيجه هالثوره يعني هالثوره كبت اذا بدك هيك. سؤال كمان لفراس حتوم. ليه ما شفناكي بعد بدور البطوله بمسلسلات عربيه مثل الهيبه مثلا؟ لا في راس ما بتحضر شكلك ولا بكره ببعث لك كم سؤال لانه نعست هلا. ايه مين قال هالشيء؟ في راس او انت؟ بحبك. لا هيدي هاي ما خص. ما خص. فت بالغلط على الشات الثاني. سوري. بكره ببعث لك كم سؤال لانه نعست. بتحب السقعه؟ ما كثير على فكره. هي حتلعب ضدي. بتحب الصيف؟ كثير. حلو. كثير قوي السؤال. في راس حطهم حطه او انت بتحب الصيف؟ لا في راس حطه كله حطه في راس. اي بتحب سؤال بتحسي بشع؟ اي احلى موسم من مواسم الاربعه اللي بتحبيهم؟ بتحسي حالك اول ما خلفتي ام ولا بعدك ممثله؟ شو خاص ولا شو خاص؟ ايه ما بيقطع السؤال. بليز رجع اقرا اسئله حطهم بشرفك لانه كثير بيقطعوا. الامومه اخذتك من التمثيل ولا أبداً التمثيل أبداً من الولاده؟ والولاده اخذتك من العيله بالاول شوي. الولاده الولاده اخذتك من التمثيل. سوري مش قادره اركز. التمثيل اخذك. في شيء بوجهك كثير حلو هلا طلع. شو هو؟ فيكس؟ بس في ارجع شيء. لا وبتلزق بنتي للابد. اوكي. شو هذا فيكس؟ على فكره انا كثير اهدى منك بهالحلقه طالع. شكرا فات نعرني. انت مره كنت بتخيل حالك بالافتر لايف شيء او بالبارال شيء كثير ما بيقطع. كثير كلمة شعرك. سيت حالي لابرادور. عرفتي أي لابرادور؟ أكيد عرفت. أنا اللي عرفت. ببارل يونيفرس. بحس حالي كنت غجرية. كثير صرت أقري هالشيء رح غير. يلا ده شيء مور كرييتيف معك. قلتي قبل العالم. إيه قلت كثير. عم تقوليها كثير لكن السؤال. لأنه هيدي الحقيقة لأن هيك أنا بحس كنا. معنى شو بتحسي حالك كنت بالأفتر؟ غجرية شيعية. في شيء أول لحظة. إنت نحن فلينا. فلوا فريق العمل. ليتا. ما حفل. ليتا الـ LBC بدهم يسكروا وكبسوني بدهم. ليتا تفكر عليك محمد اخي ما قدرت.